السلام عليكم، شلونكم شباب؟ رجعنا لكم بفيديو جديد من ون بيس باونت رش. وفيديو اليوم طبعا نشرح لكم خصائص المدال وشلون نسوي الميداليات مضبطه والدعم. اوكي، مثل ما تشوفون هسه احنا عندنا زورو بوست الرابع. للي ما يعرف يسوي مدال شو يسوي؟ يعني يجي على الميداليات يشوف التاقات دراس روسا ستروهات باراميسيا، يحاول يسوي الميدالية اللي بصفها نفس التاقات على مود شنو ترجع سكيلات النسب تصير زينة. هسه هنا احنا عندنا شنو نرجع السكيل رقم 1 14% وسكيل رقم 2 20% والدوج نسرحها وتقليل الضرر وزيادة الضرر. همين هاي الميدالية ايش مكتوب عليها؟ من تكون وحدك بالعلم زيد الدمج 5% يعني الضرر، وهاي من بتهجم على العلم مال عدو هم انا زيد الدمج 5% وانا اتاكن انا مي وذلمت. وهاي تقول لك من تهاجم خصم وانت اقوى منه باللون تزيد هم انا دمج 5%. شلون تشوفون نسب مضبوطه والتاقات هم مضبوطه. مضبوطة شنو مضبوطة؟ شلون تسوي الشخصية هايبر؟ تخليه يركض ويرجع لي ورا. يحتاج لك أول شيء لحد ما تسوي ماكس لازم 1200 حجر، وبعدين نسوي له هايبر بوست الثالث 1850 حجر، وبعدين للهايبر الرابع هم أنا يحتاج لك سبيشال أورب اللي هاي منها تقدر تشتريها وتحولهن. بس احنا عندنا 100 البقية مستخدميها على زورو. تجي مثلا الرنر هم انا حاطي له ميداليات مركزين دفاع و اتش بي والهجوم همين، والتاقات همين ارجع السكر رقم 1 20% والدوج والكابتشر وشغلات كذلك. كايدو الدفاع حاطي له ميداليات كايدو دفاع بدفاع باتاك ونرجع السكيلين 20%. هاي شغلة المدال. تجي هنا تبدا تسوي مدال، شوف الشخصيه شنو تكون، مهاجم رانر. الرانر تحط له دراس روزه، هاي وحده بيها تاقات، هاي همنا دراس روزه بيها تاقات، بعد يا هي دراس روزه لحظه اعتقد هاي همين، اي هاي همينه تقدر تسويها وترجع السكيلات. اوكي الدفاع مثلا تحط الميداليات لوفي او كايدو الدفاع، هاي همين دراس روز للرنر، وتصير همين للهجوم. اهم شي تسوي تاقات مضبوطة. هنا هسه احنا متصنفين تقريبا، هاي هنا من تتصنف بالشخصية 3 مرات يعطوك ميداليات. هسه احنا متصنفين مرتين بكايدو ومرتين بكيدلو، وانا كايدو موجود اي. فاحنا جاي نحاول هسه نتصنف، عم تصير عندنا 3 ميداليات و3 ميداليات وتزيد الدعم. اشوفكم الدعم هسه احنا وين واصلين بالتصنيف. كايدو 277 كيدلو 944، نحاول لحد نهاية السيزن نسوي تصنيف نحصل الميداليات. التاقات مال دعم 1 2 3 4 5 6 تاقات. اتاكر زيد الدمج 200% 5% بس 200 يعني الرقم. ستروهات يعني تقلل الضرر من دمك فوق 50 وتقلل الضرر. احنا مفعلين التاج السادس لحد الخامس 30%. براميسيا من دمك 50 وفوق تزيد الضرر بنسبة 20%. الكابتن من دمك 30 او اقل تقلل الضرر من الشخصيات اللي تعطي دمج لونج، يعني اللي تعطي مثل ايزو هذا الشخصية بالمسدس نسبة الهجوم مالته يكون بعيد. نيو وورد من تهاجم خصم انت اضعف منه باللون زيد الضرر 15%. Worst Generation
من انت بالمادتك العلم تقلل مو تقلل زايد انه من نسوي لشخصهم نوك باك يبتعد يعني من الضربه يطير مثلا شايفي اكو مرات تحصل واحد يضربك سكيل انت تطير يلا تنزل بالقاع نفعل هذا الورست جنريشن تاج اوكي الدعم مالتنا 160 بس احنا حطينا هذا لوفي عم يصير تاجات فول الابيض وهنا اثنيناتهم هذا الاخضر همين تاجات بس واحد بس احنا اكثر شيء نلعب كيدلاو وكايدو اريد نتصنف هاي شغل هاي ال والله نسيت الدعم والميدال تجي مثلا انت تبدي تسوي ميدالية شخصية بدون تروح على السولو تجي هنا على اللعبة ام العالمين او 60 سكند ام 60 ثانية تحطها نورمال وتلعب بالشخصية اللي تبدي تسوي بيها الميدالية اللي تريدها مثلا تريد تسوي ميدالية كراكر تلعب بيها وتفوز يدوك ثلاثة ميداليات تقدر تسوي من يمها ميدالية واحدة تجي هاي شغلة الشغلة الثانية مثلا ميدالية تسويها رقم 9 تجعل المدال ترانسفر تريد تختار مثلا هاي الميدالية وتسويها رقم 9 تسوي اوفر رايت تقدر منها تحول شوف ياها هاي بيها ثلاثة تقدر هنا تحطها وتظل تسوي اوكي اوكي وتصرف جواهر لحد ما تحصل النسبة اللي تريدها او تجعل ايتم هنا وتختار النسبة اللي تريدها وتحولها الها للميدالية راح تصير رقم 9 كل السهل بعد ايش عندنا نشرح على شنو هنا الشخصيات المقفولة عندك اللوكت اللي انت ما محصلهن اوكي الهاي بار شخصيتهم من 2 نجوم مثلا تقدر تسويها هاي بار تقدر تشتريها من نانا بالسيزن بوينت هاي وانها سيزن بوينت تقدر تروح على الشخصية اللي 6 نجوم لا تشتري شخصية اقل من 6 نجوم لان 6 نجوم يطوك تخفيض احنا سنة عندنا من نجمتين كلهن صايرة ماكس فاللي شخصية مكتوب عليها بونس 6 نجوم تقدر تشتري 100 حجر ب10 من هاي السيزن بوينت كل 15 يوم لك حق تشتري 200 حجر تسوي له اوكي وتشتري بس لازم تلعب الليج عم تحصل هاي السيزن بوينت او تشحن عم تحصل الشغلة الثانية تجي على الكولا اذا ما عندك سبيشال اورب تشتريها من انا ما عندي لان كلهم صاروا فين الكولا بس عندي 1274 وتقدر مثل تفتح على الشخصيه الاكستريم تحصل كولا وتجي هنا تسوي لها سوايب يعني تغيرها وتحصل تجي على الباتل بوينت تقدر تشتري العمله احنا نشتريها ما عندنا و يصير عندك الكوين تنزل هنا اخر شيء وقف تطلع لك الشخصيات اللي تفتح هايبر ارخاص 600 بس سعرهن 600 تقدر تشتريهن وتفتح الهايبر احنا ما راح نشتري احنا شاحنين المتجر مال هذا الشخصيات ننتظر يتحدث و كل يومية هو يتحدث راح نحاول نسوي كينج ماكس ما بقى له شيء بس 40 حجر والاودن همين نصعد للليفل مالته هذا كل شهر بسعره تقريبا من 5 الى 6 او 7 هو يورو 5 يورو بس بالدولار ما ادري ايش قد الشخصية تقدر تسوي مالتها ليفل ماكس تحطها بالسبيشال تريننج وتركضها لحد ما يقول لك بس كل 5 ساعات يطوك حجر واحد اوكي لحد ما تسويها ماكس هاي شغلة الشغلة الثانية هذا شرح يعني للجميع يعني الناس استوها بادية ناس تريد تحصل على معلومات عندنا هاي احنا هواي شخصيات ماكس تفيدك تسوي حسابك قوي تجي مثلا ام 3 نجوم احنا هذا ما باقي له شيء يصير هايبر لازم اتصنف بيه عم احصل الاحجار ناقص له 3 احجار يعني من العب بالليك واتصنف يعطوني الاحجار ما تقبل اسوي له هايبر بوست الهايبر بوست طبعا يصعد كل ليفل الشخصيات جاي تشوفون الشخصيات مالتي كلها فوق ال 11000 مو 11000
11100 اي فوق ال 11000 لان الهايبر عالي، الهايبر 66 ويصعد. بس انا هسه جاي اجمع لان ناقص عمله ونقدر نسوي الهايبر اكثر. هاي الميداليات شلون ما تشوفوا ميداليات مضبطه ومتصنفين باكثر من شخصيه، ميداليات قديمه والحساب كلش قديم. اوكي بعد وين تروح مثلا؟ كل اسبوع ينزلوا لك ايفنت هنا تلعبه وتحصل بيه دني الشغلات، دني في دنك بالدعم تقوي حسابك لازم تلعبها. كل اسبوع ايفنت جديد وتحط ويا الشخصيات اللي عليها هاي البنفسجي يعطوك بونس عند قبل الرقم يصعد عندك، تقوم تحصل رقم قوي فهذا قبل تحصله عندنا لحد ما توصل 120000 انت كل الشخصيات محصلين. اوكي بعد وين تروح؟ مثلا حسابك جديد تروح على السولو ومنها تحصل الجواهر. احنا هنا مختمين تسوي المهام لازم، هنا يقول لك لازم all blue elements يعني بس ويا الشخصية زرقة مثلا لازم بالفريق عندك، وتنهي اللعبة بسبيشال اتاك يعني بما تستخدم سكيل وراح تحصل 3 نجوم. وكذلك بعد عندك انت اكس بي ناقص ما عندك يعني تجي هنا وتلعب اللعبه ام 100 سرفايفر وتقدر تحولها اوتو مود تقوم اللعبه هي من وحدها تلعب. وانا انصح يعني اذا شخصيه تريد تلعب بيها عم تحصل اكس بي او تصعد الليفل مالتها شويه مثلا تحط لها ميداليه او ميدالتين عم من تلعب تقدر بقبل بسرعه تقتلهم وتفوز وتحصل اكس بي. اوكي بعد وين وصلنا؟ حلقت اللعبة. اوكي نرجع بعد تجي على الكاركتر هنا الشخصيات ليفل كاب تقدر تختار 4 نجوم، احنا ما نريد غير 4 نجوم. وهنا تشوف وياها الشخصيات اللي عندك فول وتحط الميدالية المضبوطة او تقدر تلعب بالشخصية تصير قوية. اوكي حلو حلو. وحاول من تسوي الميدالية اختار السيت المضبوط يعني مثلا هاي تاغات ايست بلو وفيشمان ويا من ترهب ويا هذا همينا ايست بلو ارلون وبايروس وفيشمان 3 تاغات. هاي 1 و2 و3 هاي توزع لك السكيل 1 والثاني. هاي اذا نجمتين اذا ميدالتين اذا تحط 3 ميداليات تقوم يرجع بسرعة ويا هاي يعني هاي اذا تريد تسوي ما عندك غير ميداليات تسوي هاي 1 ب2 ب3 وسوي رقم 9 راح يصير فتشي التاقات وترجع سكيلات بسرعة. هاي شغلة دراس روزا شرحناها. عندك النافي هاي مال حكومة العالم همين من تسوي هالميدالية حاول تسويها مثل ويا هاي الميدالية همين النافي حكومة العالم هذا همينا نافي نافي ترجع السكيل 22%. هاي شغلة بعد بيج مام تجي هنا هول كيك ايلاند بيج مام وباراميسيا وكل شيء تجي هنا همينا نفس التاقات تاقات مضبوطة تلقاهم تسوي هاي 1 ب2 وتختار بعد ميدالية ثالثة همينا تكون من نفس الارك ومن نفس يعني مال بيج مام. شلون تقول قراصنة بيج مام 3 ميداليات سويهن راح يصير عندك سكيلات فتشي يرجعن بسرعة. هنشوف بعد وين الشخصية بيج مام. لحظة وين 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 هاي همين بيج مام بس لاند اوف وانو بس بيها همين لاند بيج مام بايرتس ترجع لسكيل وباراميسيا وشارلوتا فورميلي حلوات. بعد مثلا تجي على لاند اوف وانو هذا منو هذا 1 ستروهات وكوك هاي هم من لاند اوف وانو لاند اوف وانو رجع السكيل 1 20% ستروهات السكيل الثاني 20% وكذا كلش سهله. اكتبوا لي بالتعليقات شنو نوعيه الشرح تريدون اسوي لكم للسلسله، انا جاي اسوي سلسله ما شرح للناس اللي يعني تريد تستفاد وتصير اكسبرت يعني خبراء باللعبه.
ويتقوون. تجي هنا أنا مثلاً استوق فتحت على باكيج وحصلت الشخصية ما لقيتها، شو تسوي؟ أوردر ريسيف، يعني الشخصيات الجديدة اللي هستوق مستلمها، تدوس عليها هنا وتجي تلقى كل الشخصيات اللي جديدة اللي هستوق يعني تلا جايتك بالباكيج. ليفل كاب هاي أقوى شخصية تجيك، فأنا من أسوي ليفل كاب اختار شخصية 4 نجوم إن ذن الشخصيات القوية. إن شاء الله يكون هذا الشرح فاتكم، وأنا أحاول أسوي لكم شرح جديد. أوكي شباب، شكراً.